بالنسبة للعمل الإنساني والصعوبات التي نواجهها صراحة هناك صعوبات كثيرة نواجهها في العمل الإنساني في مجال الاستجابة الإنسانية، ولكن للأمانة يعني وأنا أشوف من حب العمل الإنساني وحب الفريق أيضا تهون علينا أي صعوبة، فربما الصعوبات التي نلاقيها ونواجهها في الميدان عادة وهي متركزة بنقاط أساسية من ضمنها اللي هو عروة المناطق المستهدفة، بحيث انه انا والفريق نشعر باحتياج المنطقه او نلاحظ انه يعني صراحه هم بقمه احتياج ومعاناه، ويعني نشوف انه في دافع اكبر ودافع الانسانيه كبير داخلنا ايش نساعدهم، بنفس الوقت ايضا هناك علينا اجراءات نريد ان نطبقها وهي اجراءات خاصه بالمركز والتي تقتضي الوصول الى جميع البيوت المستفيدين. ايضا من ضمن الصعوبات التي نواجهها انه عدد السلال ما هوش ذاك الهم، او تقدر تقول انه السلال ما هيش كافيه. المركز انه دائما يختار مناطق يعني ما قدش حد دخل لها او وصل لها، دائما من المركز السوقي الدولي يدخل او يوصل الى مناطق عمره ما قد حد استهدفها. استفزاز من قبل مثلا بلاطجه او عصابات مسلحه. تقريبا ايضا في ابرز المشاكل اللي تواجهنا انه انسحاب منظمات كبيره من داخل من وسط المدينه، في ظل الاختلالات بسبب الوضع انسحبت من وسط المدينه، هذا الشيء يسبب عيب كبير على المنظمات التي لا تزال تعمل في مجال انساني. ايضا في نهايه المركز السويدي انه حتى مع انه يعني يدخل مناطق وسط المدينه وصولا ناخذ عن جاهلهم وعاتقهم اوقاعهم والامهم ثم نعود إليهم حاملين البشرى لهم بما يسرهم ويخفف عنهم من مرارة العيش.